تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى سكربت من قدام مية على مية همة وحيوية إلى النجوم. كيف الحال؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله. كيف الأمور؟ أهلاً 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 فيك. كيف الحال؟ الحين لازم نصيحك الحصانة راحت. لا يا شيخ تركز الحين. كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ طيبين؟ ايش حالك؟ ايش الاخبار؟ عجل يخليك تشرح من قلب. ابي اجلس كذا انا دحين. يلا حي يلا حي. ايش اخباركم؟ كيف اموركم انتم؟ الله يسلم. وين الباقين؟ بيجون لي عنده فقرة. لا ترى ما اشرب قهوة حبيبي والله. ما اشرب والله لا قهوه لا شاي. ما اشرب اي شيء حار. ما اشربه. ما اشرب ما اشرب والله. عن الشاهد الحين بيجي. ما اشرب ما اشرب انا قهوه وشاي. ما اشربه والله. شاي اي والله. ابغى له في 16 ذي ما ادري ايش. ما اشرب الحار نهائيا. اي شيء حار ما اشربه. الله اكبر. اي شيء حار ما اشربه. هذا ما يضرك. الله خلقني كذا يا اخي. ايش اسوي يا حبيبي؟ والنعم بالله. من يوم ما جيت وانا من يوم ما جيت على الدنيا يعني. ما شاء الله. وانا ما شاء الله. حياتك كلها الاكل كلها. لكن الا نبرد شوي بعدين اكل يعني. مو مره ساخن دافي يعني. سبحان الله. اي والله سبحان الله. سلبيه الصراحه. ليش اشتى؟ كيف التعامل والله يا ابو الحمد لله شبيه. زي ما تحس انت. انا احس عادي ترى. ترى زي زيكم عادي. اي عادي. اذا انت ماخذها من الله سبحانه وتعالى. هلا وسهلا. مرحبا. يعني ما بعد تقول ثواب الشات ثلاثه من الليل. انا عايز تبع الثلج. ما بعد صلاح عندك فصل قدام صلاة العصر. اي شيء بارد ثلج. ازي والله الحال. في ذكرك بارد. في الشتاء بارد واتروش مويه باردة واتحداك في الاسكريم في البارد وقت البرد يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ما تلوز؟ الحمد لله على حسب. الله يحفظك. الله يحفظك. قول لا اله الا الله دحين اطلع من هنا متحرول. وين الباقيين؟ الحين ما عليك كل واحد عن عشرة. كيفكم بعد امس؟ في انا نفسي توتر شوي جاء بس بعد شفت الفرحه. بس بعد المشهد اللي اعطوني اياه ارتجالي طبقته صح. طيب حلو. اما هي تزبط معي لان حلو. عقب امس اشتقت لك صراحه. ابيك تشد عليه. على مين؟ هذا صح. هذا خالد. زايد. لا 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 زايد. زايد ليه يا اخي؟ ما يعرف يمثل يعني. اول مره اطلع. لا مو بس ما يعرف. المسرح البارح تشتت. شوف تخيل يقول انا اقرا ال شو اسمه الطالب اللي هو عطاك المشهد. عرفت ارتجالي يقول اقراه. ما دريت انا وش طلعت المسرح كيف ما دريت. عندك دقيقه تقرا فيها. سلام الله. انا اول ما طلع احسبه بس يقول طبق ما احسب حساب الجمهور قدام. هو امس انتم ما حسبتوا حساب الجمهور في اشياء كثيره. والجمهور كمان ما حسب حساب الممثلين اللي بيمثلوا. إيه؟ يعني تعاملوا مع الموضوع على انه فعاليه. هي ما هي فعاليه. اي انا جمهور يوم طلعت امس صحوا. هذا هو. ف انا ودي الكل يكون موجود عشان اقول لكم كيف تكون دخلتكم على المسرح وقت الجمهور. عباس بالله نادي الشباب الباقي الله هن. عليها الشحن. بس كانت تجربه امس حلوه. اي والله والله حلوه. الاداء يكون اقل من اللي شفته لكن والله مع ان طيب. مع ان بعضنا ما اللمس امس دي سوانا بروفات. إيه؟ بروفاتي اشتغلت بروفات امس قبل برايم. قبل برايم ثلاث طيب. ساعات بروفات ما سويناها مرات وتعلمنا اغلاط. لا 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 احنا سويناها مرتين. ايوه قبلها بيومين اشتغلتوا صح؟ اي نعم. يعني اول ما جاتكم الافكار اشتغلتوا. أيوه. نعم احنا بعد هذا هو هذا الصح يعني. حتى كان واضح امس في ناس كانت مشتغله وفي ناس كانت مرتبكه. بس ان البروفا وش احنا ما عرفنا الاخطاء حقتنا الا على المسرح اللي هي الصوت واللي ما ادري. شوف احنا نخاف نرفع الصوت زي خالد رفع صوته قال صوتك عالي بس مو واضح. طيب انت ما تدري كيف توزنها. انا اقول لك كيف توزنها. قلت لك المره الماضيه لازم صوتك يكون عالي مبالغ فيه صح؟ لانه في واحد فاق. سلام ورحمه الله. اجلس. طيب قطعت الفكرة. أنت تقول صوتك لازم يكون مبالغ فيه. أمس صوتي كان مبالغ فيه ونزلوا تقييمي. واللجنة ما سمعتك صح؟ لا نزلوه قالوا صوتك عالي. لا ما لهم حق فادي. لا خالد لأنه ممكن. شوف أنا ما أدري إيش اللي صار بالضبط لكن إذا أنت كان أدائك شغال على المايك صوتك ما يكون عالي زي ما يكون بدون مايك. فهمت؟ إذا كان الصوت عالي بالمايك لا ما تتعامل مع بدون مايك. هو البارح ماخذ دور الولد اللي يعني
يمشي ابوه وابوه ثقيل سمع اي اي وهو ما يعني لجنه البارح قالوا انت دورك كولد هو تخيل شلون لا 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 مو مناحي ترى حتى ابوه ما بين انه ضعيف انت المفروض انك جيت كذا لا لا نصيح على ابوي قال انت ما بينت ان ابوك ما يسمع لازم يكون صوتك مبالغ فيه عشان على صوتك مبالغ فيه اذا كان ما في مايك بس اذا كان في مايك اذا كان في مايك لا لازم تكون موزون مع القاعة فهمتني مع صوت السبيكر مع صوت السبيكرات لكن هي اوكي حلو اللي انت سويته ما هو غلط شايف بس انه لازم تكون اشتغلت بروفا على الستيج يعني قبل العرض تكون اشتغلت بروفا كل مجموعه تشتغل على الستيج بروفا عشان تكون عارفين ايش اللي لكم وايش اللي عليكم يعني شفتوا امس اللي سويتوه المفروض هذا تكون سويتوه 3-4 مرات قبل ما تشوفوا اللجنه هذه فكره البروفا انه احنا نقعد نبني 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 ونيجي بعدين في وقت خلاص كملنا البناء حقنا نقعد نشطب الحين يلا نرتب الاشياء ونقفل خلصنا المسرحيه او المشهد نعيده مرتين 3-4 مرات ممكن وانت تعيد ترى تجيك في تجيك جمله تجي لك اضافه تجيك فكره طيب شو اسمه الاكسسوارات بعد انت تعطينا مشهد متى الخميس عشان احنا يمدينا نطلع انا اعطيكم المشاهد اليوم ان شاء الله حلو طيب وكيف نتواصل مع من اللي يجيب لنا الاعداد كلمه الاعداد اي شيء تحتاج وانا كمان بترك للشباب الاعداد اقول الاكسسوارات اللي بتكون موجوده هذه يوفروها لانهم هم اكثر تنبيههم على الاكسسوارات ما يعني كلهم طقمين نفس الشيء كلهم اوكي عندي مشاركه بسيطه قل لي طلب وليس امر هات انك لو اعطيتنا السيناريوهات تشوف من اللي تخبص الدور وتعطيه الدور تقول انت اشوفك مثلا في الدور الفلاني عشان طيب شوف معلم لان امس حصل في لبس ايش يوم تمرنا على بروفا وكل شيء تمام ويوم جينا ندخل على المسرح كل واحد قال الدور ذا ما يعجبني لا كذا غلط الدور ذا ما يعجبني هذا غلط انا بعلمك انا ما اشرب يا حبيبي الله يسعدك الله يهينك سلمت اشتغلت بروفات وتوزعت عليكم شخصيات ما تغير قبل العرض بخمس دقائق او 10 دقائق حدث هذا اللي صار حتى لو الرجال انا مملك مين قائد المجموعه قائد المجموعه اللي كان موجود ما يغير عاد رفض التغيير ما يتغير لكن اضطرينا ان نغير يا اخي انا مملك الرجال ما هو قصه انه مضطرين اذا كان عندنا وقت بس ما في وقت وعشان كذا التغيير اللي صار طلعتوا مهزوزين نعم او ما طلعت الملاحظات من اللجنه مره كثيره وطلب ثاني يا استاذ منذر هات منذر نبيك انت تكون معنا بالبروفات ان شاء الله بحاول ليش لانك انت تقطع لنا مسافه كبيره بحاول منها نكتب السيناريو ونحدد الادوار صح يوم الربع ادينا صح بتجي حجيكم الثلوث والقصه اشتراك تسوي ثلوث بروفا ان شاء الله القصه تكون ما تكون متحدة القصه محدوده سكتش معروف كل شيء معروف بيعطيك هذا العيد طيب ما يجي واحد والله انا ودي اقول زي كذا والله انا ودي اقول زي كذا فهمت طيب فواحد لو ضاف كلمه بيغير الحوار كامل حلو قول يا رب قول يا رب ان شاء الله بس ما الاول ترى النجاح حصل لكم النجاح كلنا نكمل بعض كلنا نكمل بعض ان شاء الله احمد عبد الرحيم ترى كان معنا بالبروفات وعلمنا كذا خطا عرفت شلون احمد ما قصر يعني لو انه على وجهنا ترى والله ما فهمنا شيء صح احمد ها حلو قول كويسه بس بسيطه من ضمنها اللي هو الزي حلو وش نسوي يعني الزي برضو كان المفروض الشخصيات كل واحد بيسوي شخصيه اختار لها اللبس حقها الان احنا نتكلم على ابعاد الشخصيه اللي قالوا لكم اياها انا دوري امس عسكري اقرب شيء للعسكري بنطلون اسود وتيشيرت اسود لا والله دقيت تيشيرت بيج طيب اقرب شيء امس كان اكثر ملاحظات عندهم على ابعاد الشخصيه عن حركتك على المسرح صح ولا لا الصوت هذه الاشياء اللي كانت طيب السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا هلا وسهلا حياك يا مرحبا بك هلا والله طيب مرتاحين كذا نكمل كذا يعني ولا تبغون نتحرك لا انتوا على وضعكم نص نص شوي خلص الشاي ونقوم هو واضح شايف الوجوه كيف خلص الشاي ونقوم عادي طيب لا خليكم كملوا الشاي واجلسوا بس ابغاكم تركزوا معايا تمام يا رب ركزوا طيب لا حول ولا قوه الا امس كانت 3 مجموعات حلوه لكن الكل طاح في خطا واحد كل المجموعات طاحت في خطا واحد او خطا متكرر كان الخطا انه
لما تدخل على المسرح الجمهور قاعد يصفي يقول زي وانت قاعد تقول حوارك. لا مفروض اول ما توقف بما انه صار في جمهور موجودين نستنى ناخذ تحيه الجمهور عادي. كيف تكون تحيه الجمهور؟ جاء دخلت انا الحين هذا الستيج دخلت يعطيكم العافيه شكرا 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 خلاص ابدا تقول الحوار معي. هذه زي كذا تحيه الجمهور اللي بغيت تسويها البارحه بس قلت عادي سويها. لا لا بالعكس سويها. ليش كيف قلبوا ناحيه كان في الوسط اي مشكله لو اخر واحد يدخل لو اخر واحد يدخل لانه تاكد انه اي واحد بيدخل جديد على الستيج الجمهور حيصفق. لو اجي لك على المسرحيه خمس دقيقه وتخلص ودخلت ما عندك الا جمله حيصفق لك الجمهور. فاي واحد بيدخل مجرد انك دخلت سمعت صفقه اوقف حي يعطيكم العافيه شكرا جمهور بدون ما تتكلم بس خذ التحيه كمل حوارك. اذا سمعت الصفقه ما سمعت الصفقه ادخل في حوارك على طول. حلو هذه المفروض الكل يكون عارفها علشان لما تدخل ما تكون عندك ربكه ما يكون عندك صار في دروب الجمهور ما يستوعب لجنه التحكيم ما استوعبت انت ايش قاعد تقول. ممكن تكون بدايتك بكلمه قويه ولا جمله قويه الصراخ اللي يصير مع الجمهور يقفل الليله كامله. حلوين طيب ايش ابعاد الشخصيه فهمتوهم امس لما كان ابو الوليد يقول ابعاد الشخصيه ولا ما فهمتوها؟ ما فهمتوها صح؟ طيب ابعاد الشخصيه مين كان دور الشايب؟ انت كان دور الشايب. الان لما يجي ياخذ دور الشايب ويبدا يقول انا بعيش شايب اول شيء يسويه شو هو؟ لا لا اول شيء تسويه تفكر في شايب عندكم في الديره قديم واحد ما نعرفه ما يعرفه الا انت تمام خلاص ابدا اتخيل هذه الشخصيه هذه الشخصيه في راسي هذه الشخصيه انا اتخيلها في راسي ليش عشان اشوف كيف هذه الشخصيه تتكلم هذه الشخصيه كيف تمشي كيف الناس تتعامل معاها كيف اذا جاي يسولف اذا جاي يطيح اذا جاي يصلي اذا جاي يتحرك ايش اكثر كلامه اللي ينقال هل يمشي بعصا اذا جاء ماشي بعصا يمشي هو منحني ولا يمشي هو عادي هذه كلها انت تفتكرها من عندك ما جاء في بالك احد هذه شخصيه انت ترسمها الكلام هذا كله ترسمها من راسك هذه كلها هذه صفات تكون موجوده في الشخصيه هذه صفات تحطها شايف يعني ممكن تجيك شخصيه الشايب هذا يكون ماشي معك حطيت فيه كيف يتكلم حطيت كيف لبسه حطيت كيف حركته بس طاح منك كيف من نبرة الصوت يعني مو معقول يجيني شايب عمره أنا قاعد أسوي كاركتر شايب في الثمانين وأتكلم معك بسرعة ولا أتكلم معك بنبرتي الحالية يعني ما تجي نبرة 40 في الثمانين فأنت المفروض إيش تسوي تجيب الثمانيني هذا تغير صوتك ترفع في كلامك تحور في حديثك تمشي معه مع هذه شخصية من راسك أنت قاعد تحطها حلو ممكن الشخصية ما تشوف ممكن الشخصية ما تشوف شايف تقرب زي كذا جيب لك نظارة فأنت قاعد تكون الشخصية هذه غير الشايب عسكري العسكري كيف ممكن تكون شخصيته جلف شخصية جادة ما عندها كينيميني على طول آدمي واحد زائد واحد اثنين فأنت تكون شخصيتك العسكري هذا اللي أنت قاعد تأديها تأديه بشكل جاد ما يكون فيه هزل إلا إذا كان مطلوب منك من المخرج أنك أنت تسوي العسكري يكون فيه شوية مزحة وخفة دور يمس عسكري أبي عسكري يلعب عليه يلعبون عليه الحرامية مو عسكري كان دورك سيكوريتي أقل من يعني أقل من الشخصية اللي أعطتك إياها أنك كان تكون سيكوريتي رجل أمن في البنك لا جندي اول في البنك؟ لا شرطة عسكري مع الشرطة انت في اي مشهد كان مشهدك؟ المشهد اللي ضابط اللي في السوق العسكري لا البنك البنك ما حطينا ما قلنا نبغى عسكري ونبغى سكيورتي رجل امن في البنك لا احنا اضفنا عسكري لان مجموعتنا كبيرة طيب هذه اذا جينا نشوف منطقيتها ما تجي موظف في البنك ايش الموظفين اللي في البنك يكونوا؟ اثنين حراس امن سكيورتي موظفين مدير بنك خدمة عملاء هذول اللي يكونوا موجودين في البنك عسكري موظف في البنك ما تيجي ما موظف الحرامية يوم جاي
يسرقون جينا حنا. جيت ودخلتوا كذا بدون بلاغ؟ ايه لا بلغ المدير. اها بلغت الشرطه عندي في البلد. واضح اني ما شفته صح؟ واضح. ايه طيب دائما اذا جينا بنسوي الفكره او بنقول الفكره وبنحط الشخصيات فيها نحط الشخصيات اللي تكون موجوده في المكان. مثلا ابغى اسوي شخص مشهد في مستشفى. المستشفى ايش يكون موجود فيها اكثر شيء؟ ابرز الطاقم الطبي بالكامل. حلو؟ بعد ما خلصوا الطاقم الطبي نجي على المرضى. كيف؟ ما سمعتك. مو معك. اهلا وسهلا. موجز. ما سمعتك ترى والله ايش قاعد تقول. تكلموا. اوكي. طيب. ترى زي كذا اللي صار امس زي كذا. انتوا قاعدين تمثلوا الجمهور قاعد يسوي جو ويقطع عليكم اللي قاعد تسووه. فهمت هذا انتوا قاعد تسووه؟ انا قاعد احاول اني اشرح وانتوا قاعدين لوك 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 كذا قاعد تقطعوا الافكار. فهذا بالضبط نفس اللي قاعد يسويه الجمهور. فانتوا المفروض ما تكونوا كذا. طيب طيب ما شفت ايش؟ ما شفت كل المسرحيات؟ انت لا شفتها بس حقت البنك والله لا ما شفتها. شفت حق الشايب وشفت حقت السوق. سرقت البنك ما شفتها والله. طيب وجهه بس في نقطه يا شباب انتوا دحين في شغله انا قاعد ابى اشرح لكم. ابغاكم تطلعوا في يوم السبت الجاي بتطلع بشكل كويس. ركزوا معي خلوا سؤالي في الجانبيه لاحقين عليها. عندكم باقي من اليوم 12 ساعه خذ راحتكم فيه. فركزوا معي شويه. قل لي سألتك سؤال قبل شوي، ايش رايك في مشهدنا؟ فيه ملاحظات شيء عشان نعدلها بعدين. مشهد الشايب المشاهد كلها بصفه عامه. مشهد الشايب كان حلو. تقسيمه الدخول والخروج كانت كويسه. في امس احد من اللجنه ما ادري هو عبد المجيد اتوقع كان عنده الكل عنده كويس صح؟ كلهم كانوا يقول الكل عندهم كويس في مشهد الشايب. لا لا بصفة عامة في الثلاث. لا 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 كلهم حطوا ملاحظات. جيد. أوكي. أنا وجهة نظري ما هو الكل جيد جدا. إحنا نبي وجهة نظرك. هو شوف جبر الخواطر حلو. بس أنا بقول لكم شيء عشان لكم أنتم. ترى هو حلو إنه قال لكم كلكم كويسين بس المفروض تطلعوا أفضل من كذا. في أداءات حلوة أمس كانت. اللي ما عجبني أمس بصراحة الارتجال. الستة اللي نزلوا في الارتجال ما عجبوني ولا واحد. ليش؟ واحد بس اللي عجبني اللي طلع مع العجارب. لا لا اللي صار انا اقول لكم ليش. لانه كان يعطيكم كم قال لكم دقيقه ونص صح؟ دقيقه ونص قال لكم. نعم. كم قعدتوا؟ 10 ثواني 15 ثانيه وتخلص نفس النقطه قلتهم. ليش؟ لان المشهد التخيل طالب لك مشهد. شغل خيالك تقرا دقيقه تقرا تفكر في المشهد بعدين ابدا دقيقة. شغل خيالك شغل خيالك. الان حنسوي تمرين ارتجال حنشوف كيف نسوي تمرين ارتجال عشان تقدر تطلع بشيء كويس. طيب النقطه اللي انا كنت اتكلم فيها قبل شويه اللي هي الابعاد الشخصيه. في نقطه عشان توصل لابعاد شخصيه تربطها مع المسرحيه كامله. المكان اللي فيه المسرحيه هذا ايش هو؟ قلنا لو كان مستشفى وجيت انت تسوي شخصية طبيب. طيب الطبيب هذا ايش طبيعة عمله في المستشفى هذه؟ هل هو طبيب طوارئ؟ هل هو طبيب عام؟ هل هو طبيب عظام؟ هل هو طبيب طبيب عمليات؟ اي ايش كان مهمة الطبيب هذا؟ طبيب الطوارئ مو زي طبيب العيون، مو زي طبيب الاطفال، طريقة تعامله تختلف، لكن هو طبيب. حلو؟ فانت تيجي تفكر في الشخصية هذه كيف انا اسويها؟ إذا ما في دكتور شفته في حياتك أو طبيب شفته في حياتك أنت اخترع هذا الطبيب من رأسك علشان تقدر تسويه. لأنه هذه الشخصية هي اللي تقدر تحكم فيها طريقة الكلام، تقدر تحكم فيها. أنا ما أبغى أشوف هباس نفسه قدامي على الستيج. هباس نفسه اللي هنا قاعد يسولف معاه أشوفه قدامي. ولا أشوف محمد هو نفسه اللي قاعد يسولف معاه هنا أشوفه قدامي على الستيج. ما سوينا شيء، كذا ما احنا قاعدين نسوي مسرحية. قاعدين ننقل الواقع اللي برا الستيج على الستيج. فالمفترض أنه ايش اللي يصير؟ آخذ شخصية ثانية. المرة الماضية قلنا التمثيل انك ما تمثل صح؟ صح؟ ولا ناسين اللي قلناه المرة الماضية؟ لا لا كنا نمثل.
انك ما تمثل. احنا في حياتنا كلها قاعدين نمثل، لكن لما تيجي تمثل انك ما تمثل صح، تيجي تطلع انك ما تمثل، بمعنى ان اكون طبيعي ما اخذ بعد شخصيه كامله، ما اخذ الكاركتر حقها كامل، واسولف عادي براحتي. هذا انا ترى منذر قدامكم الان، مو زي منذر ما اطلع برا، انا قدامكم منذر الان ماخذ دور المدرب اللي قاعد يدربكم، فالطبيعه الكلام الان ما هي نفس طبيعه الكلام اللي اتكلم فيها برا، فهذه طبيعه اي شخصيه. محمد ما يكون نفس الشخصيه اللي جالس في المسرحيه قاعد يسوي الدور اللي يكون هو مثلا خلينا نقول شيخ القريه، او نقول شيخ التجار، يكون جلسته غير، لبسه غير، طريقه كلامه غير، غير لما اشوفه جالس معي برا هنا. السلام. وضحت؟ كيف حالك؟ تعال تعال ابغاك تطلع قليت. تعال هنا الدشين قصيدة. مين نايم؟ طالع فقرة. لا 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 أحسان. تعال أجيان تعال. هي مدري شو أنت بعدهم؟ أرحب يا المدري. تقابلوا تقابلوا قدام بعض. طيب شوفوا هذا التمرين، هذا التمرين لكم كلكم. يا رب يركز معاه، يا رب يا رب يركز معاه. في واحد سوى نفسه راقد يوم طلعنا يبغى يطلع. طيب ركز معي. التمرين هذا لكم كلكم عشان تكونوا عارفين كيف تسووه. حلو؟ حلو. تمرين المراية. تمام؟ جوي. انت مراية وهذا واقف قدام المراية. يسوي حركات غلدة. نفس الحركة اللي هو يسويها لازم تسويها انت معه في نفس الوقت، في نفس الحركة، في نفس كل شيء. ما عليك، بس عطنا مسافة. تمام؟ هذه المسافة بينكم كذا. لا كذا. يمكن يسوي رجلك كذا يضربني بالطول. ما حيسوي برجلك كذا، حيسوي برجلك كذا؟ لا. ما حيسوي برجلك كذا. انت عارفها. خلاص؟ عد الشرح. انت واقف قدام المراية. سوي حركة. طيب. أي حركة تسويها هو لازم يمشي معاك فيها. بس دقيقة. أعطوني كرسي. إيش دخل كرسي الحين؟ نفس الطول. رجع كرسي. ما حتفوز المرة الجاية. طيب. يلا. طالعوا في بعض. ابدا التمرين. اخونو تعال 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 تعال. هذا شد من جد الحين ولا ايش؟ والله انا شدت من ذلك اقسم بالله. هيا طيب تعال اجلس. تعال. انت قلت قلده. كويس والله تقليدك حلو. تعال. اشكرك. والله انا شدت اقسم بالله. طيب اجلس اجلس. روح اجلس. كمل. خلاص بعيد ابعد معك. هيا طيب يلا. الحين اسوي اي شيء. هو مو داري ايش اللي شدت اصلا. لا والله يلا. انا شدت قسم بالله نفسه. هاي قدام بعض وروني كيف تسوي. يلا ابدا. لا ابطا من كذا. ها ابطا من كذا. فكره التمرين هذا ليش؟ عشان يصير فيه تجانس وتفاهم. يلا امشي. تعال مكاني. تعال مكاني. لا اعلمك انك ما عرفت توصل الفكره. هو ما حيفهمني يعني ولا ايش؟ لا لا مو يفهم هو اصلا. ما يفهم؟ طيب. بشويش أبطأ من كذا أبطأ من كذا أبطأ من كذا أبطأ 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 شيء. ما كحت ليش ما كحت؟ ما كحت. لا لا مراية مراية ما ترد عليك. دقيقة مراية ما ترد مراية. أنا جالس أقول لك أنا قلت لك ليش ما كحت؟ مراية ما أنا صوت. طيب عيد أبطأ من كذا بسرعة. يلا أبطأ من كذا أبغى. بس دقيقة الحين بعد ذا كح غلدة بالصوت. طيب يعطيكم العافية. ما شاء الله. تعال تعال تعال. انا اللي بخليه يقلد. هو المراية. هو المراية راح لا انا ما تفرق. تعال انت هنا. طيب انت المراية وهو اللي قدام المراية. يلا اصبر اصبر اصبر. هو المراية. يلا لا هو لا انت المرايه وانت اللي واقف قدامه. يلا لا تلخبط الواحد يا ولد. انت المرايه وقف. انت المرايه هو اللي يوقف قدامه. يلا لا بشويش حركات تكون اخف من كذا. انا قاعد اضحك وما يضحك. هلا وسهلا حياك. طيب
طيب اجلسوا مراية هاشم قفل الباب. طيب فكرة تمرين المراية هو عارفين ليش؟ في أحد عارف ليش تمرين المراية؟ غير التركيز غير التجانس غيرها غير الحركة أوكي سرعة بديهة تطبيق لا تكون فاهم اللي معك هي الفكرة من تمرين المراية عشان تفهم الشخص اللي قاعد يمثل معك تتوقع حركته تتوقع إيش اللي قاعد يسويه لأنه هذه الأشياء اللي بيصير زي مثلا كان مشهد الأب والجار لما كانوا موجودين ما كان مستوعب إنه هو الحين بيطيح هو بيجلس هو بيشوت الدلة اللي قدامه ما كان مستوعبها ليش ما كانوا جالسين مع بعض ما كان في جات بالصدفة لما طيحت القهوة توقع أنها جت بالصدفة بس هو يوم ما جاي يجلس رفس شايف الأب فلو كان مركز معه وكان منتبه معه كان سوى أي شيء يدارك الموقف بسرعة هو يدارك الموقف لكن متأخر بعد ما شاف إيش صار أوف شات طيب يا أبو فلان أي هو الجلسة لو أنت كنت يعني كان في تجانس مرة قوي كان شوف إن الوضع ذقين نفس طيب طيب الشيء الأخير اللي بقول لكم إياه الحين قبل ما نبدأ في مسألة عملية إذا جيت وترتجل وبترتجل حوار وبترتجل كلام وبترتجل موقف كيف المفروض ترتجل؟ حلو ها ترسم سيناريو خيالي طيب حلو ها أحد عنده شيء؟ نفس الحدث؟ التركيز كامل في طيب في المشهد اعطي نفسي اضافه ايش هو اعطي نفسي اضافه اضافه نعم انا الحدث المكتوب لي كلمتين اعطي حلو. نفسي عليها اضافه طيب حلو كم شخصيه الدور نفسه حلو دكتور بدنا يصير مستحيل يعطيك طيب تولد كذا هفصه قول تسكت يلا اطلع اعالج نفسي اضافه اللي عندك او كل المعلومات اللي عندك عن الموقف والموضوع طيب انا اقول لك كيف ترتجل اعطاك الورقه الان اقول لك يلا ارتجل مثلا مين اللي كان يبغى عنده مكالمه تلفون اللي انت اللي عندك مكالمه تلفون اللي تضحك مع ابوك وزي كذا انت صح وانت قاعد تسولف حلو ترى تقدر تقفل وترجع مره ثانيه ترد على ابوك هو قال لك بس رد على ابوك وهو يضحك سولف مع ابوك في الجوال وهو يضحك أو إنه عزمه أنا من الموقف هو هذا ضحك هستيري بس إنه الجملة المكتوبة عندك جملة قصيرة صح ولازم تسويها خلال دقيقة ونص كيف أنت تأخذ دقيقة ونص هذه وتوصل الرسالة الموجودة وتضيف عليها شيء يقوي الموضوع عندك هذه أنت تشغل خيالك فيها أول شيء تأخذ وقتك أول ما تمسك الورقة خذ لك 20 ثانية 30 ثانية اقرأ فكر افصل عن الجمهور قدامك افصل عن اللجنة افصل عن زملائك عيش مع هذه الشخصيه اللي انت بتسويها تمام وانت قاعد تفكر فيها وانت قاعد تقولها وانت قاعد تتكلم مع نفسك بينك وبين نفسك في ال 20 ثانيه 30 ثانيه هذه تبدا ترسم خيالك ترسم في خيالك ايش الكلام اللي حينقال اللي ابدا فيه بدأت انت اول جمله قولها اضحك اضحك قول واضحك اضحك اضحك المطلوب منك ترى هو الضحك الهستيري مو مطلوب منك السالفه حقت العزومه فانت لو كملت المكالمة كاملة بالضحك حتلاقي نفسك انت اصلا قاعد ترتجل ماشي مع الضحك هذا لانك عرفت ايش الهدف الاساسي من الرسالة المطلوبة منك في الارتجال في الارتجال اذا انت عرفت الرسالة منك المطلوبة بالضبط ايش هي انت راح على طول تمسك فيها طيب يا نود كيف شفت مشهد ايش كان مشهدك اللي ما تدري ايه اللي طلع مع الرهادي اللي ما تدري مين مديرك وزي كذا كان حلو بالعكس كان في اضافة انه في شخص قاعد يؤدي معك طيب قبل ما اقول لك الشخص اللي بيأدي معك بيقوي وبيضعف صحيح كيف بيقوي ويضعف بيقويك انه يعطي لك مساحه تقدر تتكلم وتاخذ تعطي مع شخصيه ثانيه بس بيضعفك فيش في خيالك ما تقدر تطلع حتستنى منه الكلمه اللي يقولها عشان تقدر ترد عليه فحيصير انت مقيد بالكلام اللي يقوله ما حتقدر تطلع ارتجال كامل اللي عندك فانت لازم تكون مركز بالارتجال بالكلام اللي موجود عندك ارسم في خيالك شخصيتين
عادي ارتجل شخصيتين مع بعض، واحد يرد على الثاني ما هي مشكلة، أهم شيء الرسالة اللي موجودة عندك توصلها. تمام؟ بس هذا منذر قل لي أنا بارح الثالث اللي استرجل الإيش؟ المشهد الارتجالي أنا واحد من أي كان إيش مشهد تذكرني فيه؟ شو اسمها سيارة خربانة هو أنت حق السيارة خربانة. طيب لما يجي يقول لك حق السيارة خربانة بسرعة قفلت أنت ما طولت إيه؟ أعطيني صوت السيارة مثلا أنت بتشغل، أعطيني صوت وأنا عند الكبوت وبزعل الشخص ده أي شيء عادي، أعطيني أي شيء وخذ وقتك أي شيء. شوف تأكد في الارتجال أي شيء يطلع منك ما هو غلط، ليش؟ مربوط بالهدف اللي أنت قاعد تسويه. الغلط متى؟ إذا خلصت بدري. ألو أنا والله وصلت، أنا بوصل لكم طلبات، يلا مع السلامة، خلص دوري. لا ما هو كذا، يعني أنت شوف الوقت القصير اللي أنا مثلت فيه ما هو زين، ما هو كويس للكل، الكلام للكل. ترى الوقت القصير ترى لما يجي يقول لك مشهد عندك دقيقة ونص وتسوي لي إياه في 10 ما قال لي دقيقة ونص، ما حدد الوقت. طيب هو غالبا الارتجال بيكون دقيقة ونص للكل، فلما تيجي تخلص إياه في 10 ثواني و15 ثانية ما هو ما هتقدر تطلع، ما تقدر تقنعني بالإمكانيات اللي عندك، فخذ وقتك طلع اللي تقدر تقدمه، عشان ترى في الارتجال كل ما أعطيت كل ما تجي في راسك فكرة أكثر، كل ما تجي تقعد تطلع كلام أكثر من عندك، فتأخذ معك العملية. كلام الله يعافيك. صحيحين ولا طفيته؟ واضح شايفكم. تفضل. طيب عطني عطني أنا مشهد ارتجالي. هيا تعال يلا اعطيني مشهد ارتجال. يلا نجمع يلا بسم الله اعطيني مشهد ارتجال. طيب ولد صغير في السوق ضيع امه. ولد صغير في السوق ضيع امه. بس هالموضوع ولد بزر عمره 7 سنوات، كل ما تسأل كل ما يصعب السؤال. طيب خلاص كانت بس فيها 7 سنوات. دقيقة خلوه يا شباب خذ وقتك. ماما كمل ما كمل بروح لأبو يلا. ترى ما شفت بزر يمشي كذا بطه ما في لا 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 كيس انا احس عيالي بيجوا بطات صغار ما تدري لو كان هذا موجود عندك في الورق وسوي زي كذا هقول لك غلط. طيب وش بزر يا اخي ما قد شفت بزر رايع. 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات مو شرط العمر، قد ما ابغى اشوف الولد كيف ضيع عند في السوق. تعال ورينا انت يلا فكر انت وخلي ورينا هو. شوف عمره 7 سنوات 10 سنوات يلا ولا تزعل. لا 10 سنوات قد ارجع خلاص. 7 سنوات طيب يلا 4 سنة ترى بخلي 15 ولا لا هذا 15 قد ارجع. اي يلا هذا يا شباب هذا توه مولود تفكر. المولود كيف بيضيع في السوق؟ يحفي والله الارتجال عندكم الخيال مرة صفر والله تقدر تقول والله أبونا حوترنا ولا والله لا والله ولد صغير. لا أشوف ترى ولد صغير كذا ترى مو شرط المشية مو شرط المشية مو شرط المشية. طيب وانت واقف مكانك تقعد فماما أبغى ماما بس انتهى الموضوع بس ما يبغى لا مشيت بطه ولا بزر ضايع ما ادري كيف ولا بس يا حلو تمام هذه والله هذه جديده فهمت حلو لانه الارتجال زي كذا تيجي لك فين اللي كان في واحد امس الارتجال كان مره سريع انا مخ لا لا خالد كان معنا خمس ثواني ايش كان مشهدك ادق على واحد من اصدقائي واقول انا متوتر عندي انا بطلع على الهواء مش عارف ايش قاعد تقول ايوه يعني تقدر تيجي تقول الو ايه بس هو قال لا ترفع صوتك مش عارف والله يعني ترى يعني ايه هلا لا 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 وشو ايه حتى انا والله ايه لا ابد عندي عبد الله وخالد سلمون عليك يا شباب والله الله يعطيك العافيه ايه الوالدي ما له الحمد لله
بحاول يمكن ما اقدر اجيكم اليوم يعني. هو قال خليك متوتر ها ولا كنت فاهم السيناريو كامل وشو تقدر تعيش انت بس تشغل خيالك يعني لا تقعد هو عطاني قطره ترى على المسرح ما ليش زي كذا انت تاخذ الورقه عندك 15 ثانيه 20 30 خذ وقتك ما حد بيجري وراك حلو حلو خذ وقتك اقرا انت الان اضفت لي انا اضفت لي انا الحين فكره اللي هو الفردي مشهد في بعض المشاهد ما يحتاجك تتحرك ما يحتاج كل المشاهد ترى ما يحتاج تتحرك اي عادي اي مشهد يجيك ترى تقدر تسوي انت واقف تقدر تسوي انت جالس تقدر تتحرك ترى بس اهم شيء انك ترتجل وتطول انت تقدر ترتجله الفكره اللي موجوده فيه تقدر توصلها هذه هي فهمت ايه دقيقه المشاهد مالك المشاهد انت الان في موقف قدام اللجنه صح خلي المشاهد على جنب المشاهد اي شيء حتسويه حيشوفك طيب. المخرج حيحط لك كلوز عليك انا فاهم يعني حتطلع واضحه قدامهم بس الحاجه الاولى ما حددوا وقت يعني ما قالوا لك الوقت الفلاني فما كنت انا عارف ايه والحاجه الثانيه البرايم الاول ما بي لجنه من وارتباك وابرايم اللجنه ما حتمل اذا سويت لهم اللي يبغوه البرايم الاول اذا سويت لهم اللي يبغوه ما راح تمل طيب مره غلط بعدين بعد 400 بالعكس معلش اوكي خلاص تريح ترى عندي الشبكه ترضخ ترضخ ايش يعني ترضخ يعني تفصل الشبكه وترجع والله ما انا ترضخ ترى غير المعنى انت قاعد تقول هذا عندنا اهل الجنوب يعني ترضخ ما طيب استريح تعال طيب تعال لا 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 مو انت ريان تعال تعال زايد اوكي في تفاهم بدري يعني اوكي كويس طيب انتوا الاثنين تمام تجار تمام شركاء في محل حلو تمام اكتشفت ان خويك مخبي عنك مكسب 100,000 ريال حلو كيف حتتصرف معه عندك 10 ثواني وريني كيف تسوي وانت كيف تدافع عن نفسك بدل 10 ثواني 10 ثواني يلا اصبر دقيقه اثنين ابدا عادين ولا هو اربعه لا تعال هنا خمسه تعال لا دقيقه دوي فكرت في المشهد توي فكرت يلا يلا سبعه يلا دقيقة قاعد افك اوراق تسعة ابدا السلام عليكم السلام ورحمة الله شكرا خير هلا كيف الحال؟ خير الحمد لله شفت ال 100,000 ناقصة عندنا وين راح؟ عجز 100,000 وين راح؟ عجز والله طيب هذا الفواتير ها هذا الفواتير ايوه بس هو في واحد زي ما انت مين مستلم الصندوق؟ خليكم زي ما انت ريال خليك زي ما انت المستلم الصندوق لحظة لحظة زايد خليكم زي ما انت زي ما انت انت الجمهور صح؟ مستلم لا لان ما في خلي 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 خليك زي ما انت هذا الغلط اللي لف فيه خليك زي ما انت خليك زي ما انت الحين وقفتهم صح ولا غلط ليش طيب مو قلنا انه في شيء عادي تقدر تخليهم زي ما هم اذا كان في تبرير في تبرير الان لوقفتهم هذه ايش الطاوله مو مقنع التبرير تبرير مو مقنع هو كرسي يجلس عليك اول شيء موضوع ارتجال ثاني شيء تفكر في انت اول حاجه تسويها كيف توصل رسالتك بقوه صح وقلنا فين اماكن القوه تكون في النص وسط قدام وسط قدام صح؟ وسط يمين تيجي تسوي مشهدكم وسط قدام هذا تدري ليه احنا سوينا كذا درس لاخويانا عشان هم متعلمين من فهمتوا الدرس حقهم ما شاء الله عليكم خلاص ما احتاج اجي دربوهم انتم كملوا لا فيك خير وبركة الله يسعدك تعال ما خلص تعال فين رايح كمل يلا كملوا هنا ووجهك الجمهور انت وياه الفواتير وينها؟ من مستلم الصندوق؟ ضيعها احمد المحاسب مين كان مستلم الصندوق؟ ما ادري انا ما ادري ما تدري انا ما ابغى العجز يجي في الشركه طيب هذا توقيع من؟ ما هو انت مين الصندوق؟ كيف يا اخي مو مزور التوقيع ما بتوقيع ما كيف مزور؟ ما في غير مفتاح مني ومعك يا اخي تعال اعوذ من ابليس طيب مزور. الفلوس وقفوا ايش الخطا الثاني اللي طاحوا فيه؟ اصوات اصوات قاعده تتداخل طيب كيف يبرر عن نفسه؟ لحظه طيب حلو الحين اذا جيت بسولف معك قاعد اسولف خلص كلمتي جاوبني تفضل جاوب هلا هلا بك هاي من العكس التجاري وجابك طيب اللي بيصير انه لازم وانت تتكلم مع خويك اللي بيمثل لازم تحط نقطه او تحط علامه استفهام في طريقه الكلام اذا خلص ابدا اذا خلص ابدا يلا خلينا نشوف الحين متى يصير تتداخلوا على بعض تتداخلوا على بعض اذا صار الموضوع بنتضارب
اي مشكله صار في صراخ هنا نتداخل على بعض عادي لكن الموضوع قاعدين نتحاور نتناقش لا قول جملتك اصبر خليه يقول اذا خلصت جملتك لا تفتكر كلمه تبغى تقولها خلاص خلص جمله سكت اسكت كمل سكوتك واضح يلا 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 وروني خلني ابدا انا ها كيف حالك زايد حياك يا مرحبا توقيع هذا حق من مزور التوقيع ما توقيع يا اخوي في فلوس ضايعه ما لقيتها نقص 100,000 ريال التوقيع ما حد مستلم الختم والتوقيع غيرك انت يا اخي انا طلعت من الدوام وخليت الختم والاوراق هنا وشكل المحاسب هو اللي خرب يا اخوي انت بعقلك بعقلك ولا لا 100,000 طيب وقف ايش ايش غلط وبس الله يرحم والديك ايش الغلط يسولفون على طول ما لا يا شيخ ها من جد والله ايش اكذب انا ما قلت كذاب زايد على طول جحد ما قال توقيعي بعدين جحد على طول قال ما توقيع ذا مزور طيب انا اقول لكم ايش اللي كنت ابغى اقوله سلام ورحمه الله اهلا وسهلا حياك قديم بزياده لا اللي كنت ابغى اوصل لكم اياه واللي قال لنا عليه علي الحين لازم تكونوا مركزين ايش اللي قاعد يصير عشان لا تجاوب اجابه غلط ولا تدخل دخله غلط تخرب الجو والموضوع اللي يكون في المسرحيه فتكون مركز معاهم اللي صار هنا عندهم في المشهد اللي قاعدين يسووه ملل صح صار سالفه مره عاديه قاعدين يسولف هذا التوقيع انت موقع عليه هذا توقيعك انت والثاني يقول لا والله انا رحت الدوام ورجعت من الدوام بس مو انا اللي وقعت لا انا نسيت الختم خلاص كلنا طفشنا عرفنا انه مو انت اللي موقع عرفنا انه هذا يا اخي نبي هوش عرفنا انك كذاب نبي هوش هنا هنا تيجي تدخل معاه بالاداء يا ابن الحلال هذا توقيعك ولا لا؟ رد علي هذا توقيعك ولا لا؟ لا لا مو بتوقيع لا انا توقيع لا يا اخي مو بتوقيع وريني توقيعك يلا وقع قدامي هنا انت خبر توقيعي دائما وقع عندك لا لا اجل هذا هو توقيعك هذا نفسه يا اخي مزور كيف مزور؟ يعني انت ما تعرف توقيعك انت ولا ايش؟ ولا انا ما اعرف توقيعي؟ اعرف توقيعي بس هذا مزور ما هو بتوقيعي شفت انت كيف سحبته معك؟ انت اعطيته فوق اعطاك فوق تعطيه تحت يعطيك تحت طيب يلا خلينا زي كذا المرايه كل ما تعطي المرايه اللي قدامك فوق اعطتك فوق اعطتها تحت اعطتك تحت فهمتها؟ الحمد لله هاي خلاص تفضلوا خلاص ما خلاص وريني في خطا ثاني حيطلع الحين رد عضلاتك زايد هذا توقيع من؟ ما هو توقيع هذا يا اخوي توقيع من؟ يا اخوي يشابه توقيعي بس ما هو توقيع ما في يشابه يا اخي دفتر التوقيع عندي يوم انك تدخل وتطلع توقيعك هذا هو يا اخي شوف يا اخي والله مو توقيعي طيب من اللي مستلم الصندوق من هو غيرك انت حتى مستلم الصندوق كنت مزور توقيعي انا وش ابي فيك انا صاحب الشركه طيب وقف هو لا وقف ايش لاحظت توقيع ما توقيع يا اخي بجيهم لحظه لحظه خليك واحد صوت عالي وواحد صوت واطي ما اعطاني مجال هو ما اعطاني طيب. مجال ايش قلت خالد زايد صوته خفيف طيب مو صوته خفيف اللي صار انه في واحد قاعد ياخذ الجو ايه في واحد قاعد ياخذ الجو الثاني قاعد يضعف طيب يعني انا لي سارقه لازم اسوي لا لا تقدر تسوي نفسك سارق شايف وجحد. وتسرق الجو شايف سوي معي اعطيني ادخل فيه انا زايد ولا انا زايد انت زايد يا اخوي هذا توقيع من مش دراني انه توقيع من كيف ما تدري انت اللي مستلم الصندوق لا تعلي صوتك ترى هذا مو انا اللي موقع الورقه يا اخوي 100,000 100,000 ما هي ريالين اسمع 100,000 ولا 200 ريالين ولا لا ترفع صوتك علي سمعت ولا لا يا اخوي انا موظفك لا ترفع صوتك انا واثق فيك واثق فيني ما تجي تتهمني طيب 100,000 انت هذا توقيعك توقيع من صوتك لا يعلى لا يرتفع هذه 100,000 انا ماني جايبها من الشارع بطلق فيك الحين ترى وش ترى اخذت الجو عليه صح صح ليش قاعد اتحكم فيه انا وهو قاعد يتحكم في نفسه هو قاعد يتحكم في الحدث وانا قاعد اتحكم هو مصر على التوقيع صح. وانا قاعد اغير لا تعلي صوتك ترى ال 100,000 اوديه بعيد جيب فهمتوا صح وضحت واضحه وضحت استريح بس لا لا تنسى 100,000 الحب وجلوي احنا كان في بيننا اتفاق بس نصكم مخربوا فحنمشي اليوم ما حد يجيني بثوب كنت بسوي تمرين في له حركه كلكم فيه بس ما ينفع الله يسعدك المره الجايه كلكم تجوني بدون يا حبيبي لا 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 ما في وقت ما في وقت ما في وقت والله ناوي بس ثوب طيب الثلاثاء ان شاء الله الثلاثاء طيب من احد الثلاثاء احد وثلث الحين احد وثلث اي الثلث ساعه كم نفس الوقت
بقول بيجيكم غالبا بعد العشاء، بس الان نرجع لمحور حديثنا. اوكي. في في التمثيل وانت تمثل مع زميلك تمام، في حدث هنا قاعد يصير تمام. تعال سلطان صح، تعال تعال بسرعه يلا تعال تعال. انا بس ابغى اعرف ليش اللجنه قالوا انت كويس. تعال طيب لا خلوكم هنا، انتوا الاثنين خلوكم هنا، اوقفوا مع بعض تمام. ارجع انت هناك، ارجع انت هناك. طيب انا حسوي لكم كذا، تتكلموا مع بعض، اذا سويت اشاره المكان ثاني تسكتوا وهذول يتكلموا تمام، واشر كذا تسكتوا انتوا وهو يتكلم تمام. اذا اشرت الاثنين مع بعض كلكم تتكلموا، واضح؟ خالد عبيد مايك، واضح؟ ركزوا معاه كلكم. عين فيك ولا نعم؟ لا 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 انا بيجي قدامكم دحين، بس تناقشني انت يعني في الحوار ولا لا؟ حتقول اللي عندك انت، انت حتطلع ارتجال من اللي عندك. طيب انتوا الاثنين اللي موجودين هنا انتوا اصحاب في مدرسه طيب. خلاص في الفسحه تمام، انتوا الاثنين فريق او مدرسين خلينا نجي من الجامعه رجعنا للفسحه تمام. انت مدير المدرسه طيب. حلو مشهد ارتجالي سريع تمام. هذا الطلاب ايش؟ هذا الطلاب وهذول مدرسين وانت مدير المدرسه. عادي اعطيكم ظهري الله يعطيكم العافيه. طيب صوت ما خفض لا ابغى لما اشتري عليه كذا صوت عالي تمام. يلا تفضل من عندي ابدا. يا اخي ارفع ضغط البزران هذول، تسمع صوت الصراخ عندي والدنيا. انت تدرس الفصل اللي فيه سلطان وسالم؟ والله انا جالس هنا ما سمعتكم. صوتي اي انا جالس ابغى اسمع. طيب انا جالس. طيب يلا كمل. انت تدرس الفصل اللي فيه سلطان وسالم؟ اللي فيه سلطان وفيه سالم. هذا ورع حتى انا. كسر صوتك اشترى ازعاج. مدرسين انتم على الفاضي يا اخوي الغثيث. شفته قبل شوي ناصر بن قمره شفته يا رجال برضه جالس يداحمنا على المقصف. شفته ما سامعكم. ها؟ ماني سامعكم يا اخوي. شفت ناصر بن قمره؟ اي شفته. يا ولد ما حد يقدر يتكلم عنده ودايم هو زعلان. يا اخي صوته مواصل اخذ الساحه. قول اي دحمنا على المقصف. شفته دحمنا على المقصف. يا غثيث 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 كلها ازعاج يا ولد. دارس كلها دارس كلها ازعاج. مدرسين مزعجين والله مزعجين. انا ازعجان ولا كلب. اشكر امس شفتهم يا طالب يا مدرس امس شفتهم. مين اكثر شيء قعدتوا انجذبتوا لهم؟ عبد العزيز صح؟ عبد العزيز صح؟ طيب لا مو عشان في النص، انا اقول لكم ليش. احنا حاطين حرك هنا في حدث وهناك في حدث وهنا صار في عندي حدث تمام، وكلها صارت في نفس الوقت. الحدث الاول لما بدا هناك بدا ضعيف، لما بدا ضعيف ما انجذبتوا معه صح؟ ما شدكم الكلام اللي هناك. صار الحدث الثاني اللي هنا كيف بدا؟ نص نص. لما جاء سلطان عبد العزيز طلع فوق. عزيز عبد العزيز معلش. عبد العزيز جاء بصوت عالي صح؟ فكلكم صرتم مركزين هنا. طبعا عندي حدث هنا مهم وعندي هناك حدث مهم. هذا الحدث اللي هنا مو مهم. صياح بس بغض النظر عن صياح ومو صياح، هنا حدث مو مهم. اللي صار انه شتت المجموعه كامله وشتت الجمهور، ما هم عارفين ايش يشوفوا. نشوف هذا ولا نشوف هذا ولا نشوف هذا صح ولا لا؟ صح. فيصير هنا الانسجام والتركيز. المفروض اللي في الحدث اللي على اليسار واللي في الحدث اللي على اليمين يكونوا عارفين متى يتكلموا ومتى يسكتوا، واذا جاوا يتكلموا يتكلموا بصوت عالي عشان اللي هناك يعرف انهم هذول قاعدين يمثلوا لسه ما خلصوا، يعني كلنا على نفس الستيج في نفس المشهد. لكن اذا هذا صار صوتهم واطي وصار ما يتكلموا وجاء عبد العزيز يسولف، طبيعي انه اللي هنا حيخرب الجو، ما حيصير فيه رساله ناقصه والجمهور ما راح نفهم. ايوه غير ما راح نفهم ايش القصه، ايش في هذا؟ طيب ايش هم هذول؟ مدرسين هذول طلاب ولا مدرسين ولا المكان هذا مدرسه ولا ايش المكان بالضبط؟ فهمتوا؟ وضحت؟ وضحت. نجرب نعيد مره ثانيه نشوف كيف. بس لو تبعدنا انا بعد هذا مكان المسرح. هذا مكان المسرح. عصاتك عادي جنبك. عصاتك اهطل اهطل حطل. يلا تفضل عبد العزيز. المقصف ما فيه طعام زين، عصيرات حاره، الماء لا تسولف لي مثل مره. اي طيب
ناصر بن قمره لازم نشوف له صرفه وعيال عمه. يا ولد انت شفت امس ايش سووا؟ يا ولد جالسين في زاويه الحشيش. يا رجال امس مره مرتين ثلاث رفعوا ضغطي، انا بكره بجيب لهم عصب بجلدهم فيها جلد. غير كذا انت ايش رايك؟ لا بروح اشتكي على المدير يا ولد، الامر خلاص وصل. محمد المناحي هذا ازعاج. ايش بتقول؟ يا ناس ازعاج، يلا يجي ازعاج. اسمع لا لازم لا ولو نوقف عند حدهم، لازم نوقف عند حدهم. الامر خلاص يا ولد، ما عاد فيها العالم كله. طيب ايش هي؟ ايش صار؟ قولوا لي ايش صار؟ الصوت هناك خبط في الارتفاع. ايه هذا واحد، اثنين ايش كمان صار؟ ها قول لي ايش صار؟ انت قريب من هنا. ايه؟ هنا ارتفع الصوت. قول لي ايش صار هنا؟ لا استنى هناك. شوف كيف؟ اخذتك محتوى ما اسمعك والله. انا قاطع اصوات. انا طالع في الجمهور. طيب اللي صار انه صار موضوع تحدي. ايه؟ احنا بنعلي صوتنا وهذا بيعلي صوته وهذا بيعلي صوته. صح. صار موضوع تحدي. احنا ما احنا قاعدين نتنافس واحنا في مسرحية واحدة. صح. احنا في مسرحية واحدة كلنا في مشهد واحد. استاذ منذر نفتح. مسرحية واحدة ما راح يتكلمون هنا وهنا وهنا، ما راح يكون هذا هو هذا اللي مجموعة واحدة اللي بتتكلم. هذا الصح. بس صار انه في حدث هنا وصار في حدث هنا. يعني هذا تمرين بس ما يصير تمرين. لا تمرين. هذا تمرين. ها؟ الله يا رب. هذه مسرحية هنا. هنا مسرحية. طيب هو حاقد على ناصر بس ما ادري ليش. هذا ناصر براسه. انت؟ هذا اخوي ناصر. هذا اللي انت حاقد عليه؟ اوكي. طيب اللي بيصير اذا جينا احنا نمثل المسرحيه او المشهد، استريح عشان تفهم الصوره كامله. اذا جينا نمثل المسرحيه او المشهد واحنا مجموعه واحده، ما ناخذ الموضوع تنافس بيننا. احنا في مجموعه واحده صح؟ في المسرحيه كلنا لازم نطلع مع بعض. ما ينفع ان انا اجي امثل مثلا انا وسلطان واجي احاول اهمش عبد العزيز ولا اهمش ناصر ولا. طب احنا في مسرحيه واحده. اللي صار في مشهد العقوق فين مشعل؟ وين؟ اي انت كنت مشعل العقوق؟ لا مو انت مشعل العقوق. لا كنت البار. انت الولد البار. ايه؟ حلو. ريحان العاق. انت العاق. طيب صار في زي موضوع انا ابغى ابان انا امثل، انا اعرف امثل، صح ولا لا؟ صح كان بينك وبين كان باين انا ابغى امثل. لا ترى ما صار معطين بعض باصات. لا ما كانت الباصات واضحه على انها باصات، كانت واضحه على انه والله هو تنافس، انا بأثبت نفسي وانا لا مت. هذه استاذ منذر. قل لي استاذ منذر، هذا المشهد سيناريو المشهد بيني انا وياه كذا. ايه سيناريو المشهد بيني انا وياه كذا. اي بس انه كان لازم تعطي حوار، تعطي فرصه للكلام. هي مشاده كلام حلو. لانه هو مشاده. المشاده كيف تكون؟ كلمه بعدين يصير ازعاج او فوضى. كيف حالك؟ تمام. طيب ها قل لي انا البارح طلعت مشهد العقوق. ليش مرتبك؟ اعطيك صوت. طيب انا اقول مش اخطائي اللي جت الطبيب. ايه فوقت الطبيب هو الاب قال انا عندي السكر والضغط. ايوه. ها فهمه هني كلامي. تعال روح اذن وتعال. تعال اي اذن العشاء مغرب. روح جرب اذن. يلا روح اذن. لا دخل وقت الاذان. لا خلي علي. لا هروح الشمع. لا ما في. روح اذن. ما تعرف تاذن يعني؟ هلا انا اعرف بس الصوت لك عليه. طيب خلي والله بجيك بس عشان ابغى اخلص مو بقول لك استفسارك. انت الحين محرج على كامري 2011. يلا هذه الكاميرا. افتح الصوم يا ولد، افتح الصوم. كاميرا 2011 اصفار. 50 هنا. 50 50 60 عند سالم. 60 هنا عند سالم. 100 عند ريحان. ريحان 110 عند عبد الرحمن. لا تسولف معهم. هم يحرجون. نرفع الاذان الحين. يلا نرفع الاذان ونرجع نكمل.
وقف يعني كيف؟ عباس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا طيب فين وصلنا؟ عند الأذقان. لا خلاص خلي موضوع الارتجال الآن. أي استفسارك؟ في الحدث في المسرحية أو في السكتش لما نيجي نقول والله عنده ضغط وسكر وروح ودي مستشفى تعبان والدكتور جاء قال والله عنده ضغط وسكر ما جبنا شيء جديد. مو منك. الضغط معه مرتفع، السكر معه منخفض. أي المفروض إنه دخل المستشفى، دخل المستشفى على شيء أقوى. صح؟ ودخل على شيء أشد أو شافوا معه قلب دقات القلب جلطة أي حاجة. شوفوا هذه كلها تطلع في الارتجال. المشاهد ترى كلها عشان تكون في الصورة، كل المشاهد ترى ارتجال، هي مجرد فكرة انحطت بدل ما يصير ارتجال لحاله يصير ارتجال للمجموعة كاملة. صح ولا لا؟ إيه ظهرك. ظهري ما كان على الجمهور، كان في لحظة اللحظات كان ظهرك على الجمهور، وبعدين كنتوا ماخذين زاوية جوا ما أدري ليش رايحين عند الباب، ماخذين مرة زاوية عند الباب ليش ماني عارف. عندكم مسرح قديش كبر؟ مسرح مرة كبير. أنا أقول لو غيرنا دور الدكتور، شلينا الدكتور جبنا أي شيء عم ولا عم يعني خش. ما حنعيد نفس المسرحية ترى. لا أنا أقول لك وقتها. لو نقدر نغير. نقدر نغير بس. في البروفا. الدكتور ما منه فايدة. في البروفا لما نكون أول يوم ولا ثاني يوم من المشهد. قل لي. هات. ور. إيش هو؟ لازم يكون موجود. إحنا اللي بيصير. يعني أنت مثلاً أعطيتنا مسرحية. أيوة. البنك. بس حل. البنك. لا شرحت الفكرة. إذا قلت لك الفكرة كيف تكون كذا 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 ما تقدرون تعطونا سيناريو حوار؟ لو أعطيتك سيناريو حوار اللي حيصير إنه أنت راح تضيع، حتحفظ الكلام اللي أقوله لك وراح تقول. بالعكس أنا بحفظ اللي دوري وبحفظ كلامي وبزيد عليه. الأفضل إنك أنت تحط كلامك. أنا مناسب الارتجال. أي هو للكل، الوضع اللي إحنا موجودين فيه الارتجال هو أفضل شيء. ما راح. طيب رؤوس أقلام. طيب على الأقل رؤوس. بعطيك رؤوس أقلام أقول لك ايه؟ الفكرة كذا 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 كذا. حرامي شرطي. أنت فلان هو فلان هو فلان هو فلان خلاص كذا. هذا اللي نبيه. بسيط ما هي مشكلة. قل لي. وإذا تخدمنا نحتاج يعني كل واحد دورة، نحتاج اكسسوارات. اي خلاص من البرامج راح يكون عندك اكسسواراتك كاملة كلها، نحتاج ازياء فعلا كاملة شرح تكون موجودة عندك يعني من الاسبوع هذا من هذا الاسبوع ان شاء الله. الله عند الإدارة ما اتوقع انه ولو شفتوها ترى حتقولوا يوه كان نقدر نسوي احسن من كذا. انا طيب تقدر اسمع لجنة التحكيم ايش تقول لك. طيب منذر ما حتشوفها اذا جيت فرشت المسرحية مرة ثانية. انتم خدوم، انتم شغلهم خدوم، نعرف اخطائنا ونعدلها. خلها كذا احسن. ما نبغى اشوفها بالنسبة لي. والله خلها كذا احسن. اتطور في المشاهد اللي بعدها. قل لي. تقدر تعلمني وش الاخطاء وعدل منها؟ ما شفت مجد. بقول لك اخطائك، بس لانك جيت متاخر ما راح اقول لك. علاش؟ طيب قبل ما اختم اتمنى بس شيء واحد صراحة.
عشان يكون موضوع والله فيه فائده من اللي قاعد اسويه واللي قاعدين انتم قاعد تسووه. ترى اهم شيء واهم نقطه ابغى اخفف الكلمه، ما ابغى اقولها كلمه قويه كذا، يعني اهم نقطه بصراحه هي الاحترام. اهم نقطه هي الاحترام، نحترم الفقره. يعني ودي اذا جيت الفقره خلاص نبدا نلتزم فيها، يعني ما كان ودي اني ابدا هنا بس خلاص شفت المجموعه يلا نبدا هنا، بس نحترم الفقره ونعطيها وقتها. شفتوا اللي صار امس في النهايه، ترى اللي هنا قاعد يصير عدم تركيز بيطلع قدام الناس في البرامج. قبل ما اجيك انت رافع يدك كذا ولا بتقول شيء؟ طيب ما عندك مشكله. فكيف الاحترام اللي اقصده؟ كلنا ان شاء الله محترمين بعض ومقدرين بعض، بس اللي اقصده نحترم الفقره، نركز الفقرات، ما نجي نعسانين، ما نجي نايمين، ما نجي لابسين الثوب خلاص عشان نبي نبدا خلاص. بعد كذا يوم الثلاثاء ان شاء الله راح ابدا على طول تمارين، وراح ابدا على طول مشاهد، وخلاص اوزع المشاهد على طول، راح نبدا بروفا. يعني ما راح نفس المجموعات، لا لا اليوم تعطينا الفكره المشاهد اليوم ان شاء الله راح تجيكم، بس انا اقصد انه يوم الثلاثاء راح ابدا على طول تفعيلها. استنى هنا اول اول حاجه، طال عمرك الوقت والله ما درينا عنه، اتكلم انا عن نفسي ما دريت عن وقت الفقره، هذا حاجه الاولى. والحاجه الثانيه الفقره اللي قبل تراني ما حضرتها، فكنت عندي ظرف خاص طارئ يعني اسمحوا لي. اشياء واجد اللي هو الثوب وكم كلام ما هي مشكله، بس انا اتكلم للعموم، انا ما اقصد انا داري بس مبرر يعني الخطا. قول اول شيء الله يبيض وجهك وجهك ويرحم والديك ووالدي ما يسمع والد الجميع. المعذره يوم انعست والله نحن صاحيين من الساعه 2 عشان المطبخ. ما هي مشكله، الامور كلها طيبه ان شاء الله. احترامك وتقديرك على العين والراس. الله انا لا ما قلت انه في تقليل او شيء، لا بس انا اكد على النقطه هذه. لا 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 بالضبط هذه، انا هذا اللي اتمناه صراحه علشان نقدر نكمل الى اخر يوم باذن الله حابين بعض. اقول على خشي ابشر. حلوين؟ اي سؤال؟ الله يحفظك. ابغى هباس يرتجل قبل لا اروح. يلا يا هباس. لعبه هباس. ايه؟ من ناحيه الجنسيات. لا مو ناحيه الجنسيات. نبغى اثيوبيا يشتغل عند الغرب. صح؟ ما يحتاج توجيهات. تفضل. لا هو ما بيوجه، بيقولوا افكاري. طيب ايش رايكم؟ عندي فكره. ايش رايكم نسوي المسرحيات الاسبوع هذا من افكاركم انتم؟ ها؟ نسوي من افكاركم انتم؟ والله لا تخلينا كنسل الفكره خلاص، كنسل الفكره. طيب يا هباس ابغاك تعطيني شايب. حلو؟ لا ما ينفع. طيب لا شايب اعطي دور في الصوت خفيف لما يلوز والله. طيب ابغاك تعطيني حلاق حلو وزبون في نفس الوقت. اوكي الحلاق بجنسيه والزبون بجنسيه. عيني يلا هذا كرسي الحلاق. لا خليه لحاله وشوف. طيب ارتجل لحاله. حلاق هندي بكيفك. السلام عليكم ما شاء الله. عاوز حلا ماشي. لا اصبر غلطت باللهجه. انا عندي السويتش بين اللهجات ترى صعب. وريني يلا. اي ما شاء الله تبارك الله. دقن شعر. عاوز دقن وشعر. ايوه 50 ريال. اللي 50 يا ادعم اللي 50 كلها شعرتين على مكانها وخلصانين. طيب 30 ريال. قاعد اسوي شيء حلو. اسوي صح. اي قصدك اقعد. اي طيب. ما شاء الله ديك شعر. ايوه يعني ايه؟ حلق لي حواجب. قير زياده ما ابي. شعر دقن. شعر دقن. انا اقول لك شعر ودقن يا اسطى. كله ما كان اثنين. اي على فلوس 50 ريال. اللي 50 لو كلها ما كانت تلف فيها في وشي وتاخذ 20 ريال وتمشي. ايه انت روح اشتري ماكينه خلاص انا اسوي لي. يلا روح. سعودي ها؟ ايه كمل. السلام عليكم. بجي بجي. عليك السلام. كيف حالك صديقي؟ الحمد لله. ابغى احلق دقين احلق شعر ترتيب ماكينه ها؟ اي يلا كم فلوس؟ ابغى انت صنبره. صنبره؟ اي كم فلوس صنبره؟
زياده فلوس زبون انت يجي ثاني مره زبون دائما يجي هنا لازم تسوي ديسكاونت 10 ريال لا ما في 10 ريال 10 ريال واجد تسوي 5 ريال 5 ريال ما في على الماني الماني ايش انا جاينا نيه يلا يلا بسم الله سوي حلك ايش كلام ما في يرفع صوت ايه ما في يرفع صوت اعوذ بالله روح حلق ثاني روح يلا ما لا لا قسم بالله على طول قسم بالله انا مسخره ايه سوي ديسكاونت 5 ريال طيب 5 ريال طيب بقول لكم شيء ايش سوى ارتجل صح بس ايش اللي صار طفشانيه صح ما شدنا ما جذبنا ليش كان قلت عشان مو صوته لا انا متوقعين منه الشيء متوقعين انه بيقلد البنغالي بيقلد المصري متوقعينه صح فهو المفروض يصدمنا ويغير لنا الشيء عشان نجذب معه من البدايه للنهايه طيب كان حولت هذا الشيء مغربي خلاص يعطيك العافيه فاللي حيصير انه اي واحد بيمثل لا يمثل الشيء اللي الناس تتوقعه مثل الشيء اللي ما حد يتوقعه صح يعطيك العافيه غلط ما قصر اليوم تعبان طيب الله يعطيكم العافيه الله ونشوفكم ان شاء الله في يوم الثلاثاء باذن الله الله يعافيكم يا رب قل لي باسم خوياي اللي حصل فيه لبس او شيء لا لا ما في اي مشكله ترى عادي الامور طيبه ترى لا بس يعني اذا ما ترى تونا قايمين واغلبنا ما احد افطر فيمكن لك كل الاحترام وحنا نتمنى نشوفك كل يوم لان فقرتك هي المهمه وهي اساس البلد. الله يسعدك اي والله نصاني يا شباب يعطيكم العافيه يا شباب سيدي سيدي يعطيكم العافيه اروح ولا باقي شيء طيب مع السلامه